رئيس تبون أكد عزم الجزائر التحول إلى دولة ناشئة بناتج داخلي خام يعادل 400 مليار دولار مع نهاية 2027 على أقصى تقدير. لما أنا قلت باللي إن شاء الله في آخر 2026 بداية السداسي الأول أقصاها النهائي 27 داخل خام تاعي قومي الخام يلحق إلى 400 مليار، معناه باللي راه وراه جيش نتاع صناعيين ونسيج صناعي وإنتاج وكذا وكذا، وهذيك هي نوصلوا الجزائر تصبح دولة ناشئة بي إيمرجون. وماهيش مستحيل وماهيش حتى صعيبة لو نتبع الخطة نتاعنا وما يعرقلوناش أمور هامشية نوصلوا لها إن شاء الله.